ما تطلعش وما تنزلش وتغير دولابها وتقطع صحابها، كل الكلام ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ الراجل بيعمل ايه؟ اتغيرت؟ انت مش البني ادم اللي انا عرفتها وحبيتها صح ولا مش صح؟ ممكن اقول لك على حاجه؟ انت متعقده قوي ومتضايقه قوي من الشنب صح؟ اه شفت ازاي؟ لا ده في شنب تاني بقى متضايق منه اكتر، اللي بيقول لك انا عاوز القطه المغمضه. انا عاوز ايه؟ القطه البريئه اللي ملهاش تجارب، اللي ما عرفتش حاجه، اللي اخدها كده حته صفات اشكلها عندي في البيت صح؟ واربيها على ايدي، ياخدها يربيها على ايده في البيت، مش دي برضه المشكله؟ هو بياخدها فعلا يقفل عليها في البيت، بس المشكله انه بيطلع بره البيت يدور على غيرها بره، ياخد واحده بتعمل كل حاجه هو رافض ان مراته تعملها علشان يلاقي سعادته معاها، يعني من الاخر بيعرف عليها طوب الارض، والاولاني برضه بيعرف على اللي بيحبها طوب الارض، كلكم بتعرفوا طوب الارض. والله مش عارف، يعني برضه حاسك شايله قوي خالص، بس انتوا الطريقه اللي بتعاملوا بيها الست اديني احساس ان انتوا اضعف منها بكتير. جنون حتة في العالم من بشر زيهم زينا، بس لانه حافظ مش فاهم، ولان عنده بقى موروث غريب معرفش هو جايبه منين الصراحه، ان هو اقوى وان هو احسن والافلام دي كلها، بيقرر انه يكسب الست، لان ده بالنسبه له اسهل بكتير من انه يسهل. ممكن يبقى من غير اي داعي، فبيقرر انه يكذب كذبه بيضاء. انا مش حاسس ان كذبه بيضاء وكذبه في وشي، دي انانيه وملهاش اي علاقه خالص بخوفك على اللي معاك. كلمة أنانية دي كلمة كبيرة قوي، وبعدين أنا إزاي أبقى أناني وأنا خايف على زعلك؟ لا، الفرق كبير قوي، خوفك على زعلي وخوفك من زعلي. خوفك لا زعل وأنكد عليك وتبقى خناقة وضلمة ترجع بعد كده تقول الستات نكديين، يعملوا كل مصيبة والتانية يقول لك الستات نكديين. على فكرة أنتِ حبيتي وحبيتي جامد قوي، وشكله كده اللي انت حبيتيه عكن عليكي ونكد عليكي باسم الحب وباسم الخوف من زعلك والحاجات دي، مش كده؟ افتكر واحده في سني الطاعن ده وفي الزمن اللي احنا فيه ده ما حبيتش قبل كده؟ اكيد لا، اكيد اتنيلت، ما جبتش الدين من ديله يعني. انا ما جبتش حاجه معايا على فكره. اطلع اطلع جيزو. وانت تعرفي حد منهم؟ ايه احنا نمشي صح؟ اه طيب ممكن اروح التواليت الاول؟ اه بليز. ايه يا عمدة؟ الو الو، هاي عالية. ايوه فيرو. ايه ما صوتك كده؟ انت فيكي ايه؟ انت فين؟ انا برا مع كامل. طب هو ايه المشكلة؟ هو ضايقك في حاجة؟ لا خالص، أنا بس كنت عاوزة أسألك على حاجة تانية. قولي يا حبيبتي، عاوزة تسألي على إيه بالظبط؟ هو أنت إمتى آخر مرة قابلتي سلمى أخت راضية الله يرحمها؟ أنا لسه شايفاها من يومين، جاتني عشان تاخد من عندي شوية فلوس. طب ما قالتلكيش أي حاجة خالص؟ حاجة زي إيه بالظبط؟ أصلها قاعدة سهرانة في المكان اللي إحنا فيه. طب وإيه المشكلة؟ قاعدة مع صحابها وبتشرب. إيه؟ بتشرب؟ يعني إيه يا علي؟ بتشرب يا فريدة، أنت عبيطة، بتشرب. وصحابها كمان عمالين يشربوها اكتر. طب وهي قاعده بتعمل حاجه وحشه مثلا؟ متكحوله هي واللي قاعدين معاها على الاخر، وصوت حكومه هي اخر الدنيا. وايه؟ ما تتكلمي، انت كده علقتيني. في ايه؟ بتتصرف بطريقه مش لطيفه خالص هي والمطعم اللي قاعد جنبها، وهو شكله فرحان بكده وعمال يشربها اكتر، مش مديها فرصه تاخد نفسها. ماشي يا ستي، ما تقومي توقفيها. لا طبعا ما ينفعش اتدخل خالص، ممكن يحصل سينز مش لطيفه، وبعدين العيال اللي معاها صغيرين ممكن يستهبلوا. طب هقول لك على حاجه، انت فين دلوقتي؟ انسي خالص اللي بتفكري فيه ده. ما احنا لازم نتصرف، انت عارفه ان عمر معايا على التليفون، ولو سمع حاجه زي كده هيهد الدنيا. اوعي تقولي لعمر، الله يخليكي.
طب هنعمل ايه؟ انت مش عاوزه تتصرفي ومش عاوزاني انا اتصرف، هنعمل ايه؟ احنا لازم نلاقي حل. معرفش بقى، انا قلت اكلمك واقول لك وخلاص. انت حاولي تكلميها بكره وتشوفيها وتعرفي منها الموضوع ده اخرته ايه. عموما انا هجرب اكلمها دلوقتي. لا ما اعتقدش انها هترد عليكي خالص. معلش انا برضو هجرب. طيب جربي وكلميني قولي لي. تمام ماشي حبيبتي، يلا اوكي، باي باي. باي باي. وانت تفتكر ان عمر عارف علاقتنا بامريكاني دي يا باسم؟ وليه لا؟ انت كده هتبتدي تقلقني منك يا باسم. ليه يا ادهم بيه؟ علشان ابتدي اشك انك مش عامل شغلك صح في تامين امريكاني، علما بان هو ماشي على تحركاتك بالملي. يا ادهم بيه شغلتنا دي علمتنا. شغلتنا دي علمتنا ان الهفوه فيها بتطير فيها رقاب. طب انا ممكن احاول اليومين اللي جايين. بعدين مش عايز امريكاني يشم خبره على الموضوع. تمام يا ادهم بيه. يا أهلا. إيه النور ده؟ الباشا الكبير. صباح الخير يا أمريكاني. صباح الفل. إزاي؟ والله لك وحشة يا غالي يا ابن الغالي. صباح الحلاوة يا حلاوة. صباح الفل يا عم أمريكاني. عم أمريكاني ده أنت اللي صباحك معطر. صباح الرضا يا باسم بيه. أهلا يا أمريكاني. يا أمريكاني. ليه تضحك؟ تضحك لك الدنيا. أنت مكشر كده ليه؟ صباح الخير يا رجالة. صباح الخير يا ريس. أخبار الشحنة الجديدة إيه؟ أوي. اتفضل يا باشا، اتفضل وعايم بنفسك. حاجة إيه؟ إنما تمام، بريفكس بعون الله. ده على أساس إن أنت اللي مصنعها يعني. يا باشا هو أي رغي بقوله علشان بس يعني إيه؟ باسم بيه يتبسم. يا باسم بيه ده النبي تبسم. باسم عايزك تحصل البضاعة دي كلها، عايزك تجربها وتقدمي تقرير بيها على مكتبي بالليل. تحت امرك يا ادهم بيه. طب يلزم خدمة يا رجالة. ربنا يخليك يا ريس. طيب ادهم باشا، انا قصدك في عشم يا كبرنا. امر يا امريكاني. ما يؤمر عليك عدو. انا بس كنت عايز اسمحك، الواد ابو رمله والواد تلجه شجوا يقعدوا معايا هنا. ليه انت ناقصك حاجه يا امريكاني؟ يتقطع لساني لو قلت حاجه. هو انت مخلي حد بيفكر في حاجه خالص؟ بس اصل العيال دول رجالتي وعيال جدعان قوي وملهمش غيري، وهم دلوقتي متثبتين ومش عارفين بكره هيبقى شكله ايه وهياكلوا عيش منين، ودول عيال حلوين قوي ويعجبوك. طب يا امريكاني حاضر، هظبط لك الموضوع ده، ما تقلقش. لا يمكن اقلق طول ما انت نقيبي يا كبرنا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجالة. مع السلامة. ايه يا باسم بيه؟ طب ادهم باشا ماشي هتفضل مكنضم كده؟ خلاص بقى يا معلم. ياسمين عايز الفلوس دي تبقى عند امريكاني قبل الظهر بكره زي ما وعدته.
حاضر يا ادهم بيه. بقول لك ايه؟ تقدري تجيبي لي قرار عمر ده في قد ايه وقت؟ اسبوع. معقول، ابتدي من بكره. اوكي.